في اعتقادي الشخصي، وهناقش ده مع ضيوفنا، نجم الفريق انا في اعتقادي امبارح كان والتر بوالي. على الشكل التكتيكي، على الشكل تحركاته بشكل كبير، يمكن الفنيين يفهموا اكتر كمان تحركاته بشكل اكتر من رائع، اصراره على احراز هدف، والحمد لله احرز هدف امبارح وكان ان شاء الله فتحه خير بالنسبه له. في اعتقادي على مستوى الفني بوالي كان قال لك الحمد لله ما اتحسبتش تسلل بقى للمره الثالثه، كانت بقت في حق يعني بوالي مش حلوه خالص.